لا لا لا، هذا مو حكيك ابدا ولا لهجتك. هذا حكي هديك التانيه اللي بيعتك، وما انا ما تخلي لك ابدا اي شخصيه فنيه اعتباريه. بس يا عيب الشوم، يا عيب الشوم على هيك زملاء فن. بس يا عيب الشوم. تاي هل مين الفنسة نظيره؟ ما صار لك بالقصر من امبارح العصر وبدك تعطيني دروس؟ اسمعي حبيبتي، الاعلان هلا بينشأ وبينكتب اعلان جديد، واسمي بينزل عليه بالحرف الواحد، صاحبه الفرشاية الذهبيه ايمان. هلق بدك تكبر عقلك ولا لا؟ نظيرة، أنا عقلي كبير وبيوزن بلد، أنا شريكة نص بالنص. ونحن حلينا الشركة ونقلعي من خلقتي إذا بتريدي، يلا. حلو كتير، أنا بدي لوحاتي. أي لوحات منين؟ لاني ما عرفتينها. ما بعرف والله، في شي حاطت له دهنة، وفي شي دقيت له بسمي، وفي شي جايبت له القماش من عندي من البيت، وفي شي خالطت له الدهان أنا. هاتي من الأخير يلا. اللوحات بنقسمهم بالنص وبالتساوي، واحدة إلك واحدة إلي. تضربي أنت واللي باعتك، بتحملي حالك بتفرجيني عرض لكتافك، وبس يجي جوزي الأستاذ الفنان شفيق ببعت لك 10 ورقات عن كل لوحة وزيادة عليك. وإن شاء الله يا إيمان، إن شاء الله اسمع منك كلمة هيك ولا هيك تفرجيك. 10 ليرات بترديها على جوتك أنت وجوزك؟ حبيبتي أنا حقي بدي آخده، وأنت فتح عينك هل قد أساساً يا نظيرة، المعرض اللي اجيت منه هلأ أكد لي أنه لوحاتي هاي أهم وأحسن وأفضل بكتير، وسمعتهم عم بيقولوا أنه أكتر الرسامين بالعالم شهرة هن اللي تعرضوا لعقبات وصدمات بحياتهم بس ظلوا صلبين، ولو ماتوا بس خلدوا، ومنهم المرحوم بيكاسو. بيكاسو؟ أي مات؟ صاروا 3 أيام الله يرحمه، اليوم لحقت آخر يوم عزا. شحاري، ليش ما قلت اللي كنت رحت معي؟ نسيت خبرك، على كل حال ملحوقة، منخبر مرته وبتروحي على العصرية تبعها. المهم هلا ضبط بيلي هاللوحات هي كلياتها، بدي ارجع اثبت للعالم انه بيكاسو بعده عايش. شافيكاسو. تعالي تعالي تعالي. مبروك. الله يبارك فيك يا رب. هلا انا بدي افهم، يعني لأن المعرض مو تحت رعاية حدا، ما بتجي الصحافة والإذاعة والتلفزيون ولا ما خبرتيهم يا نظيرة؟ ما يهمك هالشيء بتاتا، المعرض الجاي إن شاء الله رح سوي لك يا تحت رعايتك. ولك في ناس محترمة ساكنة بهالبناية يحترموا ذوقها وقيمونا هالكراكيب تبعاتكن هدول. ولك إلهي مولاي كركبك أكتر ما نك مكركبي يا جاهلي. حدا قال لك انه العقل بينشرش رشي؟ لا، برافو عليك، مزبوط بتحكي انت وياها، مشان هيك رح تضلوا طول عمركم خبل. اسمعي اسمعي هالالفاظ اللي كلها فن وابداع، اولها جاهله واخرها خبل. امي امشي لنمشي احسن ما حدا يشوفنا معهم ويضحك علينا. جهله خبل. شحاري عليكم. نظيره نحن بالمعرض، وطي صوتك،
بعدين لما يكون شفي كاسو موجود ما في داعي تستخدمي هالالفاظ هي. حبيبي شفي كاسو تقبرني انت، كل انسان بهالحياه له طريقه تحكي معه فيها، وهودا هاي الطريقه اللي بيفهموا فيها وبس. انت ما تحمل هم وخلي هالشغلات علي، وانت خليك بالفن والابداع تبعك وبس. لا مو معقول ادغيال ماني فيك، يعني شي بيطيب العقل. ان شاء الله الف 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 مبروك. الهي مو لاي بارك فيك، يسلم هديات لك اهلا اهلا بالقمر، اهلا يميت اهلا وسهلا. بس ليش تاخرتي؟ لو مسبقه لحظه صغيره بس كنت لحقتي الافتتاح. هلق 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 مشيت الوفود الرسميه وغير الرسميه، 6 وزراء و12 مدير عام و17 سياره مفيمه، هذا غير الله يطول هيسا والكاتو. راحت علي مو مشكله. كيفك استاذ شفيق؟ نعم. شوفي طالما الفن بخير أنا بخير. أنا مو عاجبني الوضع، في لوحات أنا شغلة فيها. شو يعني؟ يعني إن رضي ولا ما رضي أنا شريكة بالنص، وأنا بدي ضل واقفة بركي باعوا شي لوحة بهديك الحسبة. دخيلك، مين هالمجنون اللي رح يشتري؟ لك ما شفتي كيف انبعت هديك اللوحة وهي البنت اللي جاي وجايبة ورد؟ إيه ما فيها خسارة، تعي نوقف معهم، وإذا بدك أنا بساعدك عليهم. امشي. امشي. بس بتعرفي يعني شعراتك هيك كثير كيسات، مين رسم لك اياها؟ شكرا نفسي، في حلاق هيك عالمي مغموم بحافتنا. مبروك استاذ شفيق، مبروك. الله يبارك فيك، اهلا. مبروك مدام. اهلا اهلا، الله يبارك فيك، اهلا. انا بحترم الانسان العملي اللي ما بيتقيد باماكن او ابنيه فخمه، هيك الفنان ابن الشارع، ابن الناس وللناس. ممكن كل حيط يصير عليه معرض، وتصير كل حيطان البلد لوحات راقية ونبيلة، كل حيط لوحة وكل لوحة حيط. شكرا لك، انت عم تحكي باصلك. انا برايي الفن رسالة، والفنان لازم يوصل رسالته، ولو اضطر يرسم سيوليمير على الحيطان، ولو كمان اضطر يرسم بالشحواب والتين. كتير في لوحات عظيمة أساس الطين. مزبوط. إذا حابب تفهم شي عن هاي اللوحة أنا بشرح لك. شو اسمها هاي اللوحة؟ اسمها إيمانيات. شو يعني؟ هاي بتقول إنه الإنسان خلقه الله قبل آلاف السنين بس تنمرد كتير. أنا بهي اللوحة محاولة خفف التمرد تبعه. أنت؟ إيه لك نص المعرض رسمها إلها، وإذا مو رسمها فكرتها، وإذا ما كان فكرتها دقت لها على القليلة على القليلة بسمارين ثلاثة فيه. بالضبط، وكمان جايبة قماش من عندي. خير إن شاء الله. شو ما تعملي أنت وياها هوني؟ حضرتها نظيرة مشاركة بكم لوحة هون بالمعرض. بالله فقع عطيني من الضحك. شرف شرف استاذ، اهلا وسهلا. لا لا تفضل لهنيك المعرض من الاول. تفضل يا استاذ. لا تعال لك تفضل لهون. تفضل تفضل اهلا وسهلا. تفضل. هدول ناس جهله ما لهم علاقه بالفن وما لهم علاقه بالمعرض. انا صاحبه المعرض الاساسي واسمي الست نظيره. شرفنا. اهلا وسهلا. تفضلوا. هاي اللوحه بالتحديد ما احكي فيها عن الحب، عن كل مقاييس والوان الحب بكل معانيه بهذا الزمن، يعني مشان هيك سميناها الحب الخالد. شكرا شكرا كثير. بالنسبه لهي اللوحه، في واحد من الفنانين كان يزور معارضي، بس الحقيقه قبل ما يزورها كان يشوف طبيعي الاخضر واليابس كان ياكله، بس شاف لوحاتي صار ياكل الازرق واليابس. شو البهدله هي؟ شوف أنا بقدر تماماً إنه في بعض اللوحات بتصير جنون بعض البشر، وهي دليل قوة تأثير عندي مو سهلة. اسمعوا يا شفيق، إذا ما بتلم هالزبالة تبعك هي بتطلع على بيتك تنضب، والله لكسرها فوق راسك. لك أنت شو عم تحكي؟ هذا واحد جينياس، هذا عبقري، أنت واحد جاهل. لك مينك أنت؟ خليك هون، أنا بفرجيك. معلش يا جماعة لا تأخذونا، بياع يا نصيب مارق، فكر إنه أنا ساحب ورقة. امتى السحب حبيبي؟ اوكي ثلاثة منتابع. في 9 خطوط انا متعمدهم عديمي الالوان. تفضل عمو يسلمه. الو تلفزيون، مرحبا انا الفناني نظيرة، ابتجوا لعنا. شرف. تفضل استاذ، شوف فيها المسخرة هي. شيء غريب، شيء مثير. عفوا استاذ، وين الرسام؟ اهلا اهلا، انا الرسام. وهلا رح تشوف يا جاهل يا متطفل.
هذا الفن اللي لازم ينحكى عليه. أنا راح أطلق عليه فن الشارع الجديد. عفوا أستاذ، أنت شو عم تحكي؟ تماما مثل رقصة البريك دانس اللي ولدت في عمق الشارع وعبرت عن آمال الناس ورغباتها. ألوان الشعب وفن الشعب. وحييك أستاذ شفيق، بيكاسو قرن 21. ها هو أنا مو أنا؟ وأنا مصر على ذلك، وسأسميك الأب الروحي لفن الشارع الجديد. أحييك أستاذ شفيق، تفضل اشرح لنا. اشرح لنا؟ تفضل أستاذ. طريق 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 الأستاذ، طريق أستاذ. هاي اللوحة مثلا أنا سميتها الحياة. شو اعتبرت الإنسان؟ مجرد فكرة، فكرة بس خطبت، وبعدين عملنا لها عرس على فكرة تانية قامت خلفت ملايين البشر يلي هن شو؟ الأفكار. صح، عنوان مناسب للانبثاق التكويني. هي أنا رسمتها. ايه وأنا أضفت لك ملطشة هيك خضرة. خلص كت انتو يا عيب عيب قدام الأساتذة. بصير تداخل الألوان في اللوحة مثير جدا، ومن الصعب تحديد عنوان محدد لها. عفوا أستاذ، أنا حددت لها عنوان، سميتها الوطن العربي والإنسان اللي قالب تقالي. بهنيك، فعلا بتتكلم عن حقوق الطفل، عن حقوق المرأة، عن حقوق المواطن، عن حقوق المهاجر، عن الدوامة، الدوامة بالذات. إلهي مولاي يديمك ويقويك ويعلي مراتبك الفنية والنقدية يا رب. ولا فيها قد هيك فن. بالعكس، فيها تشكيل هرموني متكامل في النضج. أنا قصده هذا التشكيل الهرموني الزروي هاد، والأستاذ سلطان بيعرف أني قضيت بهاللوحة تحديداً 9 شهور. 9 شهور رسم وتسع شهور تفكير، يعني عن ولادتين بطن أمي. كيف؟ هلأ أنت ناقد فني؟ أنا الحق علي أني جبتك معي لأنك جاهل مثلهم. لك اسمعني، هاي لا فيها هرموني ولا فيها فانتازيا، هاي كل القصة وما فيها اتخانقت أنا ومرته وهالمخلوقة هاي وخبصنا له الألوان ببعضها وهو ما كان موجود. أعوذ بالله. عفواً لو سمحت بس جاوبني على السؤال، كيف ممكن الواحد يتعامل مع الجاهل؟ تتجاهله. يا والله شي بفقع. بدي افهم انا، يوم بحاله تفنيصات وتعليقات وعالم رايحة جاي ونقاد وابعرف شو، وبالاخير ما حد اشترى. طب ليش؟ شو عمل؟ زي ما خليت وطن على انسان على قضية لك، حتى على اعراس على مآتم على افراح على طهور، ما مشي الحال. لا وكله كام والتلفزيون ما اجا، ليش ابعرف؟ لك بدي افهم بس، شو بتفرق لوحاتنا هاي عن لوحات سلطان؟ هاي شخوطة وهي شخوطة كلها خبيصة ألوان. بالعكس، سلطان ما تجرأ يدخل بالقضايا الإنسانية اللي أنا دخلت فيها. تعرف أحسن شي ناخد هاللوحات هيك كلنا بعضين ونروح نعرضن هيك على حيط القلعة، هونيك في أجانب كتير وفي سياح وهدول بطير عقلن بهيك لوحات. لا، لازم الناس تعرف عنواني، تجي لحالها قدام باب البنائي. معك حق، هي في وجهة نظر. حطي لك شوية نظر هلا بعيونك وقومي حطي لنا لقمة ناكلها. ولا شو؟ الفن بده تضحية. أهلا وسهلا، تفضل معرضنا بيحكي عن الوطن والإنسان، تفضل بس استقل لك وقف شوي بس. مرحبا كيفك؟ بيحكي عن الصغير والكبير، عن 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 أمك وخيتك وستك وجدتك وخيتك. صباحنا صباح الملك لله. يا رب يا رب تعطينا بس على قد تعبنا يا رب. عم بعرف في شي غلط، في شي غلط، مو معقولة هيك، مو معقولة. بتعرف احسن شي نغير اسامي اللوحات، يمكن انتحسوا قد محشيت وطنية وانسانية. ورح بلش من العنوان، وانا هالمرة بدي احط الاسماء تشوف بقى بدها تجي الناس ولا ما رح تجي. بتعرفي أنا برأيي ترجع تطالبي بحقوقك. كل يوم رأي شكل، يعني أول مرة تنازلت بعد ما خربطت لهم لوحات أنا وياكي ورديت رجعت، ومبارح تنازلت رد إجي هلأ طالبون بتبين شغل الأولاد، بعدين هنن لهلأ ما باعوا ولا شي. ولك أنا ما قصدت هيك، اللي قصدته إنك ترجع تطالبي بأجرتك وما لك علاقة إذا باعوا ولا ما باعوا، المهم المذاكرة. أصلاً نحن بنعرف إنه ما معه المصاري يدفعوا. لك منعيني منعيني شي مرة تحكي كلمة أو رأي مظبوط. لا حبيبتي، أنا من طول عمري رأيي مظبوط،
بس المشكلة وين يا حزريك؟ وين حبيبتي؟ المشكلة عندك لأنه أنت ما عندك رأي نهائيا. حبيبتي شو مفتكرتيني لعبة أنت وياها؟ اسمعي سميرة خانم، أنا ما عاد غير موقفي بنوب. أه شو عليه مثل ما بدك، خليكي غشيمة طول عمرك ها؟ بتعرفي حبيبتي إنه أنت الغشيمة والجاهلة؟ أنا؟ لكن أنا؟ وليش بقى بعدي؟ لأنه بأمرك ما قلتي كلمة حق، ولعلمك هلا أنا نازلة ألعب نظيرة، سامحة وصالحة وساعدة وبلاش. يلا يلا تتهني فيها تقبريني. إيه تهني تهني. والله أنا أفيني أتعامل مع الناس المزبزبي لأني فنانة ورسامة وحساسة وعندي موقف معبرة عنه بلوحاتي. هيك لك هيك ونص، وإذا بتريدي أبقى ضيعي وقتي. نظيرة خانم إن شاء الله مصدقة حالك إنك أنت فنانة. غصب عنك. وهلأك ما رح أحكي معك ورد عليك مشان العالم. بسيطة بس مو الحق عليكي، الحق علي اللي إجيت صالحك. مزبوط. فهي لوحة عندك مثلاً أنا من شو مستوحية؟ من غنية شعبية مشهورة، شو بتقول؟ بابوري رايح رايح، بابوري جاي. أنت مو حرام عليك شو الفن الأصيل أنت؟ لا يا أخي بصراحة الله لا يعطيك عافية على هيك فن. لك لحظة شوي، هلأ أنت شو بفهمك بالفن؟ هلأ أنا يا تعد عليك روح اطلع حالك بالمرأي بعدين تحكي بالفن. وينك؟ لك تاخد لوحة برايك فيها بغير لك اسمها، سمي لك يا شمس الأصيل. كله من عيونك أنت. العين اللي تحرسك إن شاء الله. هلق وبعدين لازم نبيع شفيق. خلاص أنا لقيت طريقة وأسلوب جديد، تعرف شو حساوي؟ شو؟ لح أغير اسم اللوحات. ألو؟ تلفزيون؟ ليش ما جيتوا؟ أبدكم تجوا؟ ليش ما قلتوا لي؟ لك لا ما قصدي، بس يعني المعرض طبعنا كتير 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 مهم، بعدين بيحكي عن كل شي بدكم إياه بالعالم كلياته. آه؟ لك لا مو بس هيك، نحن كاسرين القاعدة وهيك عارضينه بالشارع عاملين فن جديد. ايه لك مو بس هيك، النقاد تبعكم النقاد المهمين كتير قالوا عن لوحات انهم بطيروا العقل، وطار عقلي فين عن جد. يعني افي مجاه بالمرة. معك في حدا عم بيأثر على الرأي العام ضدي. مين؟ ليكي هو مو شماتي، الله ما بيني وبين شماتي، بس يعني شفت الحالة الفاضية طول عمرها بتكسي. بدك تسمعيني أمثال وحكم ست الحسن؟ على القليلة أنا بعت لوحتين والنقاد امتدحوني وماتوا موت عفني. إيه؟ ليش لا؟ بيجوز. على كل في كتير من العباقرة ما بتظهر عبقريتهم إلا بعد مئات السنين. مزبوط، برافو عليك، أنت قلتيها، انتظري لك شي 100 سنة. قرب 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 قرب. شرف أستاذ. شو هالمهزلة هاي؟ بتلم مهزلتك على سمك السرع راسك. إذا بتريد، عفوا، انتبه لكلامك، هذا المعرض مأمن عليه، يعني ضد المي، ضد الغريق وضد الحريق، وأهم شي ضد النقاط حبيبي، يعني أي لوحة بتمد إيدك عليها برفع عليك دعوة ودفع غرامة 100,000 ليرة أقل شيء. شرف استنى، ها هاي هبوط العنقاء، تفضل شخبرها كسرها لشو. لك شو عم تحكي أنت؟ الأستاذ أكبر ناقد فني بالشرق الأوسط. إن شاء الله يكون بالعالم كله حبيبي، أنا هذا أبداعي، هاي مدرستي وهي صفي وهي شعبتي. عجبك أهلا وسهلا، ما عجبك روح أنت وياه انقدوني بالجرايد اللي ما حدا بيقراها. وبطريقكم مروا على التلفزيون قالوا لهم بيسلم عليكم الأستاذ شفيق، تعوا غطوا لي المعرض لأنه برد. كمان بمية اللوحة الحرب اللي صارت، الحرب اللي ما صارت، الحرب اللي راح تصير، كله مرسوم، كله بيرسم. قرب بمية مية 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 اللوحة بمية مية 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 اللوحة. قرب على المعرض، قرب على المعرض، قرب قرب على المعرض، قرب أهلا وسهلا، قرب قرب. الرخصة فرصة، الرخصة فرصة. الوحدة بين سوريا ومصر لوحتين
الرقصه فيهم. قرب 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 قرب، انا عندي اللوحه. يا استاذ سلطان هات هات احلم بالك يا ون، هات يلا قرب 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 الرقصه فوق. استاذ بوس ايدك تصرف، خليني واقف هني، هاني هي للفن. الكر والفرن يا سيد الناقد، انا طالبك تتدخل فورا لحمايه الفن تبعي من الجهل والعبث. هذا هو الشيء اللي كان لازم يصير من زمان. هلا انا ارتحت لانه الفن الحقيقي يا جاهل هو اللي بفوز بالاخر. بعد يا جاهل بعد. تفضل استاذ. حرام عليكم، حرام حرام. خلاص 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 خلاص، هذا موضوع لوحة بتجنن. عودة الجنة.